تصلي ازاي في نجاسه؟ فالمسجد اسهل هيقفل كده، والدكتور المهدي محدش بيستخدمها. انت شفت حضرتك ان احنا قافلينها بالقفل. اه. وعشان الناس ما بتعرفش تستخدم دكتور المهدي. بقفل وربعها بروح بيت عند بنتي. تاخد نقلتين وتمشي، ما تجيش تاني. دول اخرنا المغرب، والعربية تبدأ اخرنا الساعة 2. لابد ان المسؤولين يشوفوا لنا حل، يعني ما ينفعش الوضع ده. يعني بص احنا حضرتك هنقفل دكتور المهدي وهو بالقفل.